انتم الاخوان اديك الزبيب. كما شفتوا معنا في الفيديو غادي نجربوها، واش تصدق ولا ما غاديش تصدق؟ اش قلتوا نتوما، غادي تصدق ولا ما غاديش تصدق؟ قولوا لي في الكومنتات قبل ما نجرب، قولوا لي واش غادي تصدق ولا ما غاديش تصدق. استقرار داكشي اللي بغينا، ما صدقاش راه غادي نعاودو. نغمسو في الزيت كما شفنا في الفيديو. جات طول الحسين انت اخوان، نزيدو واحد اخر. باش نقص ديك الزيت اللي كاين في الاخر، ريحه هي هذيك. ولا بدات تشعل الاخوان، سمو 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 ديك الزويده تطيب. تجربة ناجحة 100%. غادي نشوفو المذاق واش تبدلو ولا لا. طاسة بدات تسخن الإخوان، باش نشوفو الضوء باش تبان ليكم. دابا هادي ممكن انا كطيب بيها شي حاجة انت فوق هاد الليبة، تحط فيها شوية بيدات وانت كاين. هاداك الشي اللي طيب الإخوان خاصو طيب تحرك كامل. واجي نخوي في هاد الطاسة هادي في الطبيصل. انتم الاخوان سمو سمو، طيب. هي تجربة ناجحة 100%، ولكن واش المذاق يبقى نفسه ولا غيتبدل؟ بالك الزيت طيب تدخل لي الطبيزة تتلاقى مع داك إلا كان صالح للأكل غادي نتقاسمو معاكم، مكانش صالح ما عندنا ما نديرو ده هنا، ربي تسمح لينا. ولكن هادشي باش نشوفو هاديك التجربة واش كاينة صحيحة نيت 100% ولا لأ، لا يتكذبوا علينا. حيت بزاف المرات شفتها انا في الفيديوهات و جاتني شي حاجه زعما ماشي صعيبه، ولكن ماشي شي حاجه سهله، ماشي شي حاجه صعيبه. قلت انا ما غاديش يبقى المذاق كما هو. المهم نتوما غادي تحكموا، قولوا لي في التعليق قبل ما نقاسم معكم، قبل ما نخويه من الطاسه، قولوا لي اش بان لكم.
اسمع اسمع واش الشيء راه هذاك كلينكس باقي ما تخرجش كامل. حسب يوصل لهيب كان يا قدر زدت ليها شي لعيبة ولا وعشتو قدامكم الإخوان مزيان أنا مزدتو والو كلشي راه دوزتو قدامكم. المهم يا ربي يا ربي يا ربي يكون صالح للأكل ويبقى فيا الحال. زعما الريحة الريحة ديال الحوت ديال الهب ماشي هذاك الحوت يعني بحال تطيب الحوت في شي طاجين ولا شي لعيبة. يا فا الاخوان راه طاب لكن الطاسة سخونة مع الاخوان هذيك الزويده هي اللي المهم انا ماشي مشكله غادي نمشي تنخوي هذيك هذيك الطبيزات ونوصلو ندير بحال هادشي شي فيه فاصل ونواصل. من بعد ما غسلنا طبيسي هو غادي ناخذ السرجيل ديالنا هيا طلع على الاخوان اقرب تدري هل كاين هنا وحق الله العظيم يا سلام درنا تجربة تيبنا الحوت ومذاق زوين ومذاق واعر. اهو الاخوان بسم الله ها ما تقولش زعما ما كليتوش والله الا ما ذاق رائع بالرب. المهم الا عجبتكم التجربة هادي ما تنساوش انكم تفعلوا مع التعليق ما تنساوش انكم تفعلوا. دابا انا بغيت غير ناكل داكشي علاش. الا عجبتكم التجربة ما تنساوش دعموا خوكم بشي جيم كومونتير بارطاج وان شاء الله تلقوني في شي تعليق شي في شي تجربة بسيطة انني قادر انني نديرها في الدار نديرها ونشوف واش غادي تصدق ولا ما غاديش تصدق.